معارضة السي عزيزة خنوش لا تهيج ككنا تنهيجوك راه كاينة وسيرة الزروال وككنا تنهيجوا السي عزيزة خنوش لو كنا نهيج لكانت المسيرة ديال الحمير وتذكرونها. حنا معارضة تنتكلموا معك في البرلمان وحزب وطني عميق في التراب ديال الوطن تيتوجه لك برسالة راقية بسنة حسنة مش ليست بدعة بسنة حسنة. خصك تجاوب أولا أنت رئيس حكومة ديال المغاربة ماشي رئيس حزب تصيفط لينا الحزب. إلا بغيتي تبقى رئيس حزب قدم الاستقالة ديالك ورجع للحزب ديالك. إلا بغيتي تبقى رئيس حكومة منين نتوجهوا لك المواطنين المغاربة سواء كانوا أحزاب أو كانوا مواطنين ومواطنات خصك تجاوبهم كرئيس حكومة ما تصيفط ليناش الحزب ديالك يجاوبنا. لأن الحزب ديالك راه ما قدش يجاوب ليس له امتداد شعبي قادر على أن يجيب. قادر على فعلى الأقل استثمر الموقع ديالك من رئاسة الحكومة وتفاعل مع الناس وتكلم مع الناس. المشكل ديال السي عزيز أخنوش وديال السيد رئيس الحكومة هو كالآتي. السيد رئيس الحكومة تيق يسحبوا راه جا الأول بالصح ويسحبوا راه جا الأول بدراعو ودابا حنا تنحشمو قال لي دفناه كاملين. تتعرفوا القصة ديال هادوك اللي واحد جوج دفنوا حمار حشاكم ومن بعد الناس اتخذوه مزارا. واحد النهار الناس هما تيزوروه هما تاديك الجوج واقفين وصح الاخر حاضر راسو عارف شنو كاين تما والاخر شافو تخشع قال لي راه دفناه جميع صاحبي. كيفاش تخشعت راه دفناه جميع. لذلك السيد رئيس الحكومه اعرف المقام ديالك وعرف ما تبقاش تعايرنا بخمسة المليون ديال الاصوات منين تجيبها بدراعك وبدون اموال مازال الريحه ديالها في بني ملال عاطيه عاد اجي داك الساعه تكلم معنا من المنطق انه تملك الشرعيه الانتخابيه. اذا المشكل ديال الشرعيه كاين مشكل ولكن حنا تنحشموا هذه بلادنا ما بغيناهاش تقصح. تنقولوا درنا انتخابات الحمد لله في اطار الامن والاستقرار جات فينا الضربه الله يكمل بخير الله يسامح نوض نجح نوض خدم ونجح ما تبقاش تتبعنا حنايا على 5 المليون. اذا هذه الشرعيه الاولى. الشرعيه الثانيه هي ديال الشرعيه ديال الانجاز وهنا السيد رئيس الحكومه وحزبه بالخصوص دفعوا كبير دفعوا كبير اكثر من القياس. قال لك حزب الكفاءات وترقق حزبه قال لك مسار الثقه ثم مسار التنميه دابا تنقلبوا غير على المسار ما بغينا لا ثقه لا تنميه عطينا غير شي مسار وتورينا غير الطريق ورينا غير الطريق ورينا غير فين باغي تمشي وري المواطنين والمواطنات فين باغي تمشي ووري قبلهم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين اللي انت جيتي منهم وتتقول لا تشتكي من العفاريت وهذا